ورجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل في فقرة في منتهى الجمال، يعني وفيها كمية أمارات في منتهى الجمال. ضيفتنا النهاردة تعتبر نموذج إيجابي ومميز جدا ومبدع جدا، واحدة من رباط البيوت المنتجات والناضجات، واللي قررت انها ما تكتفيش تكون زوجه وام لطفلتين فقط، مع كامل الاحترام اللي بيكتفي بكده، لكن هي قدرت ان ما يمنعهاش عن حلمها اي شيء. تعبت واشتغلت وقدرت بفضل جهدها ومسانده المحيطين بيها انها تكون مصممه ازياء متخصصه في مجال ملابس الاطفال، ودي حاجه جديده شويه مش منتشره عندنا في مصر. حققت شهره كبيره ووصلت بالفعل من المنوفيه للعالميه، هنعرف منها ازاي. ضيفتنا النهارده هي رضوى الهواري، مصممه الازياء اللي بتنورنا وهتمتعنا بكولكشن تحفه لفساتين اطفال سواريه مع مجموعه من موديلات الصغنططين اللي قد كده زي القمر كلهم. اهلا بيكي يا رضوى، منوره الدنيا كلها. اهلا بيكي. اهلا بيكي رضوى. ورغم ان حاجه جميله الواحد يتعامل مع اطفال، لكن صعب. طب ازاي فكرتي، ايه اللي خلاكي تفكري في فكره انك تعملي خط انتاج فاشن للاطفال؟ فكرة فساتين السواريه للأطفال مش منتشرة قوي في مصر. يعني ممكن احنا نكون كام براند بس في مصر كلها. فأنا أصلا من وانا صغيرة وأنا بحب أعمل، عارفة، فساتين للعرايس والحاجات دي. فممكن أنا لما كبرت بقيت بتعامل مع ولادي على أنهم زي العرايس. بنات ولا بنت وولد؟ لا، عندي بنتين. بنتين. فبقيت بقى بحب شكل اللبس عليهم، شكل الفساتين السواريه في حد ذاتها بتخطفني. بحب الفساتين اللي هي المنفوشه والحاجات اللي هي فيها. كنت بتدوخي عشان تلاقي لهم حاجه في مناسبه؟ اكيد. قبل ما ابدا شغلي اكيد، يمكن ده سبب اساسي خلاني اشتغل. اكيد مشكله بتواجه يعني امهات كتير، لازم نهتم بلبس ولادنا زي ما بنهتم بلبسنا بالظبط، ممكن اكتر كمان اكيد. ويمكن انت شغفك من الطفوله ولعب الاطفال والعرايس، وكلنا كنا ساعات بيجي لنا بطل اللي هو نقعد نلبس العرايس ونجيب لهم اللبس اللي هو لعبه. أكيد. بس انت كملتي فيها والموضوع استهواكي جد. بس انا عايز اعرف، انا لما بقعد اقرا المعلومات عنك يقول لك رضوى وصلت من المنوفيه للعالميه، كلمين احنا وصلنا للعالميه ازاي؟ عشان انا بدات، انا اصلا من محافظه المنوفيه، يعني جدعناس، اتولدت فيها وعشت فيها عمري كله. ف دايما ممكن يكونوا واخدين فكره عن الناس اللي في محافظه المنوفيه ان هم عادي، مش سهل ان يطلع منهم كوادر بتهتم بالتصميمات واللبس والموضه. طلع منهم كوادر عظيمه في مجالات كتيره جداً. والموضه كمان نضيفها ليها. اه بالظبط كده. هي دي الفكره، ان حد بيعمل ستايلات حلوه جدا واحلى ممكن من كمان براندات عالميه، بس عايش في قريه صغيره في محافظه المنوفيه. بالفعل عايشه في قريه صغيره جدا. طلعتي فين بقى؟ عملتي ايه يعني كل المحافظات؟ اللي ساعدني جدا السوشيال ميديا. هي اللي ساعدتني. انا من اول ما اشتغلت وانا بشتغل على الفيسبوك من الاول، اللي هو الاونلاين بشكل عام، ابتديت اعرض شغلي. ناس في الاول كان الامر صعب جدا، الناس يتقبلوا فكره ان البنت تلبس اصلا فستان سواريه في الفرح. هو كان فيه الفساتين النمطيه، عارفاها؟ آه اللي هي من فوق حته كده، من تحت كده خلاص. لكن بقى جيبونا وخلص الموضوع. على فكره كل كوليكشن بعمله لازم تلاقي فيه فستان او اتنين ممكن ما يعجبوش حد، بس هم عاجبني انا. طب عايزين نشوف بقى هبه، اشتغل نشوف. انا عايز اسالك انت، طب جالك اوردرات بره مصر بقى؟ يعني عشان كده دول مختلفه. ايوه ابتديت منك حاجات للاطفال. طب هنبدا بقى بايه؟ بعرض ازياء لل يعني الجميلات الصغنططات، ونشوف ابداع رضوى الهواري على فساتين سواري الاطفال. يلا بينا، جاهزين يا استاذ؟ اول واحده معانا سيليا. اتفضلي يا سيليا، يلا بينا. الله يا روحي، وعلى الميك اب والشغل والشعر. سيليا فستانها لونه لافندر. هو كان اختيار مامتها، هي بتحب يعني اللون ده. مش الابيض الاخضر. يا وجهي على البوسه، هم عشان بيلعبوا من بدري فزادين نكهه. هو بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه. بصي، هو حر انها تتحرك بيه. جميل. يعني هو منفوش وليرز فوق بعضها، بس سهل خالص انها تتحرك بيه. في شغل والكتاف وكده ويجنن. عندنا بقى فستان تاني برضو لايرز كتير فوق بعض كده. تعالي يا لينا، اتفضلي. لينا سيليا الاول، وبعدين دلوقتي لينا. هيا بينا. الاسامي الحلوه. بصي، الفساتين مريحه جدا ليهم في الحركه. الله. الوانها طفوليه جدا جدا. اهلا اهلا بالقمر وكل الالوان. روز. جميله يا جماعه، دول العيال دي تتاكل يا جماعه. ده غزل البنات ده. لينا الدريس لايق عليها. هي لينا القمر ده كده، وقمر والكتف ده الفيونكه اللي عليه.
تجنن. هو حر، بيبقوا حرين في الحركه تماما. يمكن دي اكتر حاجه بتميز شغلي. صغننه عندها كام سنه؟ حد صغير كده ما ينفعش فستان يعني يكعبلها او يضايقها في المشي. شكرا. انا براعي جدا ده، هي لابسه دلوقتي بقى لها فتره طويله ومستريحه جدا فيه. الله، حلو يا لينا قوي قوي قوي. طب ده انت عندك شو روم يعني الحاجه ريدي تو وير، ولا بتفصلي وتبعتي اونلاين تعملي اوردرات؟ لا، بعمل كوليكشن كامل واصوره تصوير كويس جدا واعرضه، وبعد كده اللي بيعجبها بقى المامي اللي بتعجبها موديل مثلا بنعمله لها بقى. انا شكلي باي اوردر. اقوم امسك ايد لينا عشان نجيب الفستان. روحي بعد لينا بقى. باي باي. ميرسي قوي. ميرسي. ثانك يو. في حاجه بروبرو جايه دلوقتي. جمالي على جماله. الله اكبر. ملك بقى اللي بعدها. بصي، مش دايما بستخدم التول كماتيريال اساسي في الديزاينز. ممكن مثلا نستخدم ممكن حاجه زي اللي جايه لابساها ملك. تعالي يا ملك اتفضلي. لازم اندي عليهم واديهم الاوكي. حلوه. تتفضلي. لا، والشيرتات مع الفستان يعني في تناسق رائع. ايه الحلاوه دي يا ملك؟ يلا شويه قدام ما شاء الله عشان نشوف الدرس. لا، وانت عامله بقى شغل تحت في جومي او حاجه رافعه الفستان. بالظبط. ساعات بقى بغير عن التول، بستخدم حاجه زي كده، حاجه كلها تكون بتلمع سيمبل جميله. وفي بقى ريش من على الكتف. ملك، ريش من على الكتف. شيل الشعر ده عشان ورينا نشوف الريش الحلو ده. على كتفها ريشه. الناحيه ريش نعم بيور، بستخدمه كتير. جميل ما شاء الله. وهي على فكره انا مش عارفه الفساتين حلوه ولا انت العين اللي حلوه. لا، العين حلوه بجد. الاثنين ما شاء الله. طب عندي سؤال يا كسر. كسر عارفه كسرات. الاسعار عاليه خالص ولا معقوله؟ لا لا خالص، لان برضه فستان السواريه في السن الاطفال هيتلبس كام مره. عندي موجود على البيج سعره 850 جنيه لحد دلوقتي. ده اغلى واحد. اي حاجه اغلى من كده خالص. بياخد كام يوم عشان واحده تعمل اوردر مثلا؟ 10 ايام. 10 ايام. حلوة قوي. ما عملتش لسه حاجه بصراحه اغلى. بصوا، دي مشروع فنانه ونجمه كبيره. الله اكبر. ميرسي يا ملك. يلا باي باي. باي. ثانك يو. ثانك يو. جايين وتعبانين من الصبح. احنا شايفينهم بره بيجهزوا من بدري يعني. احنا عاملين لون جاي دلوقتي. اللون الاصفر اللي حضرتك لابساه. تعالي يا لنا اتفضلي. لنا. لنا اهلا يا لنا. اهلا. الله الله، انت لعبه بالالوان جميله ما شاء الله. قمر يا حلوه. ازيك؟ فستان لنا كله من على هو كله طول. اوبا. من على الصدر بس فيه التصميم التطريز اللي هو الكوتور ده، بعمله كله بايدي، الورود والحاجات دي. تعالي يا لنا وريني. مستعجله ليه يا لنا؟ استني، عايزين نشوف كمان مره، لان الفستان من فوق يجنن. جميله. كان نفسنا نعمل معاها مايك كده. وشطوره على فكره، عارفه خطواتها. برافو عليكي يا لنا. قمر. لنا شاطره جدا ما شاء الله. جدا ما شاء الله. انا بحبها. من المودلز القمرات اللي انا بحبها. مامتها اكيد يعني من القادرون باختلاف. تعبانه من بدري يا ذوي الهمم. بصي، قادره باختلاف ومبهجه وشطوره. شفتي بتعمل ايه بايديها؟ شفتي بتعمل ايه؟ كل بنت مميزه بطبيعتها. برافو يا لنا. الله اكبر عليكي. انا اشطر بنات عندي مودلز داون سيندروم. شاطرين جدا. عندك كام واحده ما شاء الله؟ عندي كتير ما شاء الله. انا جايبه اثنين. انا بحييكي جدا. ومامتهم بتطلع الطاقات بتاعتهم. طبعا الامهات جنود مجهوله او جنود هي بتحب المودلنج. انت انك تختاري ان هم يكونوا معاكي يمارسوا حقهم في الحياه، حتى لو في حاجه بسيطه زي موضوع ان هم يعرضوا ازياء الفستان في الحلوه. بنحييكي. هم شطار اصلا. دي خطوه يعني للدمج. جميله جدا جدا جدا. هتقدمي لنا حاجه ثانيه ولا لسه؟ اين رهف؟ رهف تعالي. رهف. لا، ليلى. ليلى. اتفضلي. ليلى اسم الغاليه. على اسم الغاليه. ايه عندها ليلى وقايلة. دي ست البنوتات كلهم دي. تعالي يا ليلى. يا لولا، ايه الحلاوه دي ما شاء الله. النبي على القصه. الله اكبر. خالص. ده لون يجنن. شامبين على جولد. ده ينفع للكبار كمان. على روز جولد. ما تعرفيش يعني. واو. بس شوفي، برغم ان الماتيريال زي ما انت بتقولي ممكن تنفع للكبار، بس هو شكله طفولي جدا. حلوه جدا طبعا. ورينا من قدام كده يا لولا. شوفوا من قدام. حلوه دي ما شاء الله. والفيونكه دي والفي. وكمان المكملات اللي مع الدريس بتفرق. الله. الشوز مع السورتات اللي بيلبسوه. طعمه طعمه ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ حلو الفستان؟ والتوكه والشعر وكل حاجه. تسلمي. لا، وهم عملوا ميك اب بدري وشعرهم كمان يعني. هم صاحيين بدري طبعاً. عشان يجوا البرنامج. مودلز بجد. مودلز بجد. شاكرين قوي. متمرنين جدا وشاطرين جدا. بيريحوني بصراحه. برافو. شكرا يا ليلى. لا بس انت صبوره. انت بتتعاملي مع اطفال وامهات. أيوة كتير. ويعني هي دوشه.
أكيد. لكن طبعا عملتي فاشن شو بيهم ولا النهارده اول مره يعرضوا؟ بنروح التي في كتير يعني، بس نفسي بقى يكون مثلا ايه زي الديفيليه، الحاجات اللي بنشوفها باسمك بقى كده وتجي لك الكاميرات. انت عامله لنا النهارده في برنامجنا ستات ما فيش يكذبوا ديفيليه خطير مع بنات موديلز زي القمر، ولسه مكملين كمان على فكره في شويه موديلات خطيره لسه. مين دلوقتي عليه الدور؟ رهف. مين رهف؟ ايوه يا رهف. رهف اهلك يا حبيبتي. رهف على فكره كانت ضيفه معانا لو تفتكري يا منى في قدرون باختلاف، واتكرمت من سيادة الرئيس كمان طبعا على فكره. نورتنا رهف، موديل من ضمن الموديلز. اهلا اهلا اهلا. وايه الكحكه الحلوه دي؟ تعالي هنا مع طنط هبه، تعالي خدي خدي صوره وخدي هاتي. الله على الاول الحلو ده يا بوش. ومين اللي عامل لها الشعر الحلو ده؟ عندنا الكوافير عندنا. لفي كده يا رهف، لفي كده معايا يعني هنا. اوبا قمر قمر الروز عليها. الله شفتي الفيونكه اللي في الظهر دي؟ ورينا الظهر. لفي كده، لفي كمان. الله الله قمر. ميرسي. فستان رهف بسيط خالص. نورتينا يعني النهارده. لا وغاويه كحكه زيي جدا. ملكه البنك. كحكه طنط هبه دي. دي يا هبه الاواسير. يلا باي يا رهف. ثانك يو ميرسي يا حبيبتي. بوس حبيبتي. انقاذ الصيف. الله الله حطيت لك وش. يلا باي باي. يلا باي باي باي. روحي طنط. قمر. يا حلوه. جميله ما شاء الله على مهلك. ونحييكي حاجه متميزه جدا، فينشنج حلو بتاع الشغل. ومش حاجه في ابداع يعني، في شغل وفي مجهود معمول، في ابداع وفي بساطه، ده اللي عاجبني يعني. انا أيوة قلت بالزبط. بقى ايه ما بدات تتكلمي قلت بس انا ممكن الاقي موديلات صعبه غريبه. لا موديلات جديده خالص، شغلي بسيط جدا وتنفع. بسيط ويمكن اكتر حاجه بتميزه وبتخلي الناس بتحبه انه بسيط، ما فيهوش اي تكلف في اي حاجه. طب قولي لنا رضوى بقى يعني ازاي بتنظمي وقتك؟ لسه هنشوف. طيب معانا. يلا مين؟ يلا. تعالي يا ريم. مين؟ لا دي ريم. ريم دي ريم على اسم الغالية بنتي يعني. في ليلى. دي ريم دي بنتك اكيد. شبهك. اهلا اهلا. حلوه. ادي اكبر واحده ريم ما شاء الله. انت عشان كده لبستيها اللون الاسود عشان ايه تبعك؟ لبستها اللون الاسود عشان مش كل المامي بيحبوه يلبسوا اسود. مطلوب فعلا والامهات بيحبوا يلبسوا اسود ولا أنا يعني نادرا؟ لا هقول لك ممكن نلبس الاسود بس بقوانين محدده. هو الدريس ما فيهوش يعتبر اي حاجه غير في استراسات بسيطه كده بس على الكتف. تمام. ممكن يكون اللون الاسود بالنسبه لفي ورينا كده هنا بين الفستان. الله طبعا طويل من ورا مع الجزمه الباليرينا الحلوه دي. قمر والتوكه لايقه مع على الكتف. وفي لا في تنسيق عالي. شكرا يا ريم. انت نورتينا النهارده. بنوتك الثانيه فين؟ كبرت. كبرت بقى. اخر حاجه ريم. عشان عايزين نقول بنحييكوا طبعا، بس يعني دكتور ايهاب عيد كان بيكلمنا على ان ازاي الست تنظم حتى لو كان عندها اولاد وبتشتغل. انت بتعملي ده ما شاء الله ازاي بتنظمي يومك ازاي؟ مش هقول لك ان انا مش بكون مقصره في البيت، لا اكيد في جوانب تقصير مثلا بعملها ده غصب عني لاني انسان عادي جدا، لكن ممكن يكون اللي حواليا مش بيتقلوا عليا بيشجعوني يعني مثلا يعني زوجي اهم حاجه. لا مش بيساعدني، هو ايه مش بيضغط عليا، ما بيدورش على النقائص يعني. اسمع بيستحملني. بيستحمل ظروفي. مش بيضغط. لو انت مثلا زوجك حد ممكن يتحمل. ممكن. والله انا بحييه، برافو عليه. عندنا لسه بنوته كمان صح؟ اخر فستان في ليلى. ايوه ايوه ليلى فعلا. برضه انت جايبه انا نسيتها والله. يا لولو تعالي. مركزين معانا. تعالي يا ليلى. فريق مركز. الله. بس الفيونكه مش اعملي الفيونكه كده. الفيونكه عايزه تنظمي؟ طب جميله جميله برافو. قمر خطير. وشعره الملون ده الجديد. وحدتان وشعر كيرلي. شفتي شفتي؟ حاجه الاجه. لا الوقفه يا هبه الوقفه كمان. ارجوكي. يعني واخده كات ووك. بياخدوا كورسات في الكات ووك ولا بيتمرنوا على ده من خلال التصوير؟ ممكن نرجع نقف تاني عند المارك عشان نصور الفستان. على انستا وكده مشهورين. هبه بتتكلم. بتقولي بيتمرنوا على ده ازاي؟ ممكن في البيت ماماتهم مثلا. مجهود شخصي يعني مش انت اللي بتعملي لهم كورسات. واو ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ لا يجنن بجد. الشغل حلو قوي. وبرده عامله مع تول جوميه كده موقفه. مش بعتمد على التول بشكل يعني اساسي يعني. دخل حاجات ثانيه جميله جدا.
الخامات بقى بتجيبيها متوفره مصري ولا بتستوردي؟ متوفره مصري اغلبيه الموديل، اغلبيه الماتيريال. ممكن نكون بنحتاج ندخل حاجات بسيطه بس من بره يعني، بس عندنا في مصر متوفر كل حاجه اطفال. طيب رضوى، عايزه اعرف منك طموحك ايه؟ يعني نفسك توصلي لايه؟ نفسي اروح باريس. نفسي في مهرجان موضة اجازه ولا ديفيليه؟ لا ديفيليه. اسبوع الموضه بيبقى فيه اطفال. شوفي انا لسه يعتبر مبتدئه، يعني عايزه اقول لك ان كل ده وصلت له في خلال سنتين مثلا. ما شاء الله. كمان انا سني مش كبير، ما انا بقول لكم انا من محافظه المنوفيه، احنا متجوز صغيرين اصلا، يعني انا متجوزه 18 سنه. انا عمري دلوقتي 29، فاتمنى من الله يعني مثلا. طب لاحظتي وشفتي اسبوع الموضه في باريس في ايام للاطفال؟ هي الفكره اني مش هروح هناك لو انا بروفيشنال قوي. في منافسه طبعا، ومنافسه عاليه في الاطفال هنا في مصر. هناك زي ما قلت لك احنا كام براند. انت حاسه ان ايه المعوقات اللي واقفه بينك وبين وصولك لباريس او لاي دوله ثانيه فيها اهتمام بالموضه؟ ممكن عشان انا محتاجه لسه اتعلم حاجات اكتر، محتاجه اكون بروفيشنال اكتر. بتقصي طبعا بايدك كويس؟ اكيد. اتعلمتي خدتي كورسات في الخياطه والقص؟ لان برضو لو انا درست في الكليه الالوان والتصميم. انا اصلا متخرجه من كليه التربيه النوعيه قسم التربيه الفنيه. فانا درست في الكليه الالوان وخدت مبادئ التصميم، دي كانت ماده عندي 4 سنين في الكليه. كويس. بدرس مبادئ التصميم يعني من فاهمه يعني، يعني مش فاهمه اكيد يعني. لا لا فاهمه كده ولا كده. بس لما اتخرجت وقررت ان انا اشتغل بقى في مجال الـ 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 اللي هو ان انا اعمل فساتين الاطفال. تعبت جدا على ما اتعلمت الخياطه نفسها. الخياطه مجهده جدا انك تتعلميها، طبعا محتاجه اتقان، تتابعي العماله والفينشنج وتطلعي حاجه كويسه، ده بيبقى مجهود عليكي. درستي الخياطه في مكان يعني مؤهل لتعليم الخياطه ولا حبي كده؟ في البيت. في البيت. بجد بوظتي كام فستان في الاول؟ ما تعديش. يا نهار ابيض. كتير جدا. بس كان عندي دايما امل في ربنا ان في يوم من الايام مش هبوظ حاجات. يعني كنت بتشتغلي حاجه قبل موضوع التصميم خالص؟ مين اللي كان بيصرف بقى على القماش والحاجات والحاجات اللي بتبوظ يعني في الاول كان زوجي، بعد كده انا. خلاص برافو عليه والله. انا قصدي اقول الكلمه دي عشان نحييه تاني. يعني طبعا واقف جنبها في ظهرك. اكيد طبعا. هو بصي انت مش بتوصلي لحاجه لولا الناس اللي حواليكي. اكيد ده اكيد. اسرتك، بيتك، في مين تاني غير الزوج يعني؟ الوالده، حماتك، في حد بيساعدك؟ اهلي كلهم، ما فيش اي حد خالص الا كان بيشجعني وبيقول لي كملي واستمري بالكلام بس، ولا في حد بيقعد بالولاد؟ ما فيش حد هيساعدني في الحاجه اللي بعملها بايدي. يعني دي ده شغلك بس البيت كمان. انا ما ابتديتش اشتغل الا لما بنتي مثلا دريم اللي هي الصغيره خلاص بقت بتعتمد على نفسها. ده مهم زي ما الدكتور كان بيقول برده، فتره لو نمت تيجي على نفسك شويه بيبقوا محتاجينك، وبعد كده تنظمي اولويات، بعد كده تنظمي وقتك. عادي. يا رضوى مثال حي برده من الامثله، ان هو لو واحد عنده اراده واجتهد واستحمل شويه وتعب وربنا كرمه بالناس اللي حواليه اللي هي ممكن تسنده وتدعمه حتى ولو نفسيا. على فكره كلمه التشجيع برافو وكمل واستمر دي حد ذاتها تشجيع ومسانده. طبعا هتوصل اللي هي عاوزاه يعني. محدش ييأس طول ما ربنا مدينا نفس وموجودين على وش الارض، نحاول ونجري ورا احلامنا المشروعه. احلامنا مشروعه نجري وراها. انا قبل ما نختم بقى الفقره دي، احنا عاوزين ننده كل البنوتات الحلوه اللي ورا الكواليس، رهف وليلى وسيليا، يجوا ينورونا هنا. ناخد نظره اخيره كده على الفساتين الحلوه دي، اصفريكه بتاع مون من اهو، او الفستان والقمر اللي لابساه. ايوه هي جايه هنا على طول، هيلف بقى كده يقف وياخدوا صوره معانا بقى. يا غتي اقفي معانا بقى. يلا كلكم اهلا. اسمحوا لنا نقف سيد المخرج، ممكن نقف ولا ايه؟ خليهم جنبنا. تعال صغنن هنا. تعال صغنن. تعال على مهلك ناخد صوره معاهم. يلا تعالي صوره بقى جماعيه مع الامارات الملائكه. الله تعالي يا رهوف. الله 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 الله. احلى صوره خدناها في البرنامج ده. من تسلم ايدي اللي في الكواليس بره ورا بيساعد. تسلم ايدك. صغنطوط ثانيه يا رهوف. ايوه الكاميرا جايبه الفساتين كلها. بصي فين كده. الله بصوا بقى. تعالي هنا. تعالي على ايد طنط منى هنا الناحيه دي كده. انتوا عارفين انكم شاطرين قوي كلكم، وعملتوا ديفيليه خطير ولا احسن عرضات ازياء في العالم. تعالي ورانا بقى يا رضوى. حاضر. ينفع رضوى الهواري عشان تعبت قوي؟ بنحييكي من قلب المنوفيه للعالميه. للعالميه. بدايه العالميه عندنا هنا في برنامجنا. الستات ما عرفوش يكذبوا. قدمت لنا فساتين جميله للاطفال، بنتوه كلنا ونحتار اننا نروح بقى معاهم الافراح نلبسهم ايه. اهو مصريه اهو. عايزين نشكر كل الناس اللي تعبوا في الكواليس مع رضوى، اللي تعبوا، والميك اب ارتست بتوعنا النهارده اللي تعبوا مع البنات والشعر والحاجات،
وانتوا نورتونا. بوسه بقى كده وصوره حلوه. هناخد صوره. سي تشيز. شكرا شكرا شكرا. يلا بعد الفاصل راجعين لكم. ملك المطبخ شيف محمود سعد هيدوقنا كلنا دلوقتي.